ازيكم يا حبايبي؟ صباح الخير. استنوا، لا انا نسيت اقول لكم وحشتوني، صح؟ ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. صباح الخير، صباح العسل، صباح الرضا، صباح كده يوم جميل عليكم كلكم ان شاء الله. ان شاء الله انا فرحانه النهارده، اول يوم القبض بتاعي بقى. تعالوا نروح نقبض. هقبض، ادعوا لي اقبض، ادعوا لي الموضوع يتم على خير وامسك فلوس. النهارده يوم القبض كده بقى، ايه، ادعوا لي ان انا اقبض وربنا ييسر الامور على خير، وربنا يا رب يرزق كل واحد يا رب ويوسع رزقه. انا قلت اصبح عليكم. طبعا نادين معايا، طبعا كل ما تشوفني راح اي مشوار لازم وصليني الدرس، وصليني المدرسه. ده حاجه يعني تحس ان انا الشوفير بتاعها بصراحه، يعني انا مش عارفه اقول لها ايه. مش... مع انها كانت تروح عادي زي ما بتروح، لا ما دام شايفه العربيه موجوده وصليني يا رب. لا ما هو انت بتهزر. ها عادي، ناس سواقين، سواقين سواء الميكروباص كده دايما بينزل على امه لا اله الا الله. عادي يعني، ولا يهمكم يعني. المهم صباح العسل، صباح السكر، ويلا بقى نشوف اليوم ده هيعدي ازاي. واحاول لو الموضوع تم اصور لكم، بحيث ان اللي لسه ما عرفش الاجراءات ايه احاول يعني شويه حاجات. يلا بينا، صباحكم عسل. بصوا حبايبي، اللي سالوني دايما في الكومنتات في الفيديو الاولاني بتاع الاكل مع نشوة، احنا عايزين نعرف انت جبت البنكود ازاي وايه هو وعملت ايه وكده. طبعا انا المفروض انا مش انا اللي اجاوب على الاسئله دي، لان انا ما عنديش الخبره الكافيه. في قنوات كبيره بتتكلم مختصه عن المعلومات، وقلت لكم في قناه اسمها رؤيا المعلومات ودروس مجدي، وقنوات كبيره حلوه بتتكلم في الموضوع ده بالتفاصيل اكتر مني. فانا بس هقول لكم المعلومات الشخصيه اللي انا عارفاها، لكن اكتر من كده انا ما اعرفش، انا مش خبيره في الحته دي. بس انا هحكي لكم اللي حصل لي انا. لم او انت المفروض بتعملي ايه لما المفروض انت قناتك ان شاء الله بتتفعل وبيبقى خلاص عليها نزل عليها اعلانات وبتبقى خلاص تحققت ربح، لازم تكوني معاكي 10 دولار عشان البنكود ده يوصل لك. 10 دولار في حسابك اللي في الادسنس، يعني يوم 11 في الشهر تبصي لو لقيتي حسابك بقى 10 دولار، هو بيبعت لك البنكود من نفسه، مش من غير ما تطلبيه اول مره، هو بيبعت لك البنكود من نفسه. بس الكلام ده لما تكوني معاكي 10 دولار. انت بقى لو البنكود ما جالكيش اول مره من نفسه، انت بتطلبيه المره الثانيه. انت بتخشي على الادسنس في جوجل، وبعدين تضغطي على ادسنس حسابك، وبعدين بتضغطي على كلمه اعاده ارسال الرقم التعريفي. بعد 30 يوم من المره الاولانيه اللي هو بعتها لك مره الاول مره، بتضغطي على اعاده ارسال الرقم التعريفي الشخصي عشان تطلبيه مره تانية، ولو ما جاش الثانيه بتطلبيه الثالثه، ولو ما جاش الثالثه بتطلبيه الرابعه، وبعد شهر لو ما جاش الاربع مرات بتفعليه بالبطاقه. سهل جدا، وقنوات كتيره عملت الموضوع ده. ايه بقى اللي ايه المعلومه اللي انا ممكن افيدكم بيها في الحكايه دي كلها؟ انا طلبته مره الاولانيه ما جاش، والمره الثانيه ما جاش، المره الثالثه قبل ما اطلبه عملت تعديل صغير، وتقريبا هو ده اللي جاب معايا النتيجه يعني تقريبا. برضه ايه هو التعديل اللي انا عملته؟ ان انا كتبت في العنوان بتاعي، في العنوان اللي انت بتكتبيه في معلوماتك الشخصيه في العنوان، ارجو بعد ما بتكتبي عنوانك بتكتبي ايه؟ ارجو الاتصال بيا بالرقم ده، وتكتبي رقم تليفونك لاهميه الظرف. لازم تكتبي الكلمه دي. الكلمه دي اللي خلت بقى البنكود بتاعي يوصل لي. بتاع البوسطه كلمني وقال لي خلاص البنكود اجى، وده الرقم اللي انت كنت كاتبه فيه على العنوان، وخلاص تعالي استلمي البنكود. ان شاء الله بعد بقى ما بتستلمي البنكود بتعملي ايه بقى؟ بتفتحي الظرف ده هتلاقي فيه رقم سري. انا يا جماعه المعلومات دي طبعا كلكم عارفينها، بس هو اللي سالوني انا بجاوب للي سالوني. بتفتحي البنكود ده بتلاقي رقم سري كده. الرقم السري ده المفروض ان انت هتدخليه عندك برضو. بتضغطي على ايه؟ تضغطي على جوجل تاني وعلى ادسنس تاني، وهيجيلك اللي هو ان احنا بعتنا لك البنكود يوم كذا. لو هو انت جالك البنكود بتكتبي، بتضغطي على كلمه تحت في المربع اسمها تحقيق. انا هصورها لكم. بتضغطي على كلمه التحقيق دي، هي اللي هي ظهرت لكم دلوقتي اهو، بقول لك انا بعت لكم يوم كذا، ودي كلمه تحقيق. بتضغطي على تحقيق بيجي لك مربع فاضي كده، تكتبي عليه الرقم السري بتاع البنكود اللي ظهر لك في جوه الورقه. لما بتكتبي الرقم السري دوت بيقول لك خلاص في نفس اللحظه تم تفعيل قناتك ان شاء الله. ان شاء الله يعني لما بتفعلي قناتك بقى بتستني لما يكون معاكي 100 دولار اقل حاجه، 100 دولار. اول ما بتجمعي ال 100 دولار يقول لك خلاص، بيجي لك رساله برده من الادسنس يقول لك، مش بيجي لك، انت لما بتدخلي على الادسنس بتلاقيه بيقول لك خلاص حسابك اتحول للبنك. طبعا وسيله الدفع اللي انت اخترتيها بقى، البنك اللي انت بتختاريه براحتك. انا اخترت اللي هو ويسترن يونيون ده، او انت اختاري اللي انت براحتك. انا اخترته لانه هو جنبي في البنك الافريقي اللي جنبي، يعني قريب مني جدا،
كل واحد بقى يختار وسيلة الدفع بتاعته بقى، حاجات بنكية بشيك انا ما اعرفش، انتي اللي يريحلك انتي. بس انا عشان البنك ده ما بياخدش تقريبا، اللي انا المعلومات اللي انا عرفتها ما بياخدش عمولة وما بياخدش فلوس زيادة عن حقك، بيجيب لك فلوسك بالظبط. فخلاص احنا خلاص وصلنا البنك اهو، ان شاء الله ان شاء الله يعدي الموضوع على خير، ويبقى الموضوع سهل ويبقى سهل علينا كلنا والموضوع يعدي يعني. بس انتي اول ما بتخشي البنك بيدوكي ورقة كده استمارة، لازم تكوني اخدة سكرين شوت من الرسالة اللي جات لك على التليفون بيقولك احنا بعتنا فلوسك على البنك. السكرين ده هتحتاجيه في ايه؟ اول حاجة بيكتب لك ايه هو رقم التحويل فوق في الاستمارة اللي انتي طلبتيها في البنك. رقم التحويل ده اللي بتكتبي فيه الرقم بتاع الرسالة اللي جات لك. تاني حاجة بيقولك البلد اللي جايلك منها الرسالة، اللي هي تقريبا بتبقى ايرلندا، دايما موجود عندك في السكرين اللي انت اخدتيه. المبلغ بالعملة، تكتبي المبلغ اللي جالك برضو في السكرين اللي انت اخدتيه. وبالتالي تكتبي اسمك بالكامل والجنسية وتاريخ ميلادك ونوعك بقى، بطاقة شخصية ولا باسبور ولا رخصة ولا ايه تكتبيه، وميعاد انتهاء البطاقة امتى، ومهنتك اللي مكتوبة جوه البطاقة بتاعتك، مش المهنة، مهنتك اللي مكتوبة جوه البطاقة، والعنوان اللي مكتوب اللي هو في البطاقة او في الرخصة بتاعتك. تكتبي الحاجات يعني بس بالتفاصيل اللي هو طالبها منك بالظبط، وحاولي ما تغلطيش عشان ايه يبقى الاستمارة ايه تبقى انت عملتها. هي حاجات سهله جدا، بس ده كله لازم تكوني اخده سكرين من الورقه اللي جات لك. ده كمان نص الورقه اللي فوق. النص التاني بقى بيجيب لك بقى ايه مهنتك والعنوان اللي مكتوب في البطاقه، وعنوانك الحقيقي بقى. انت بتكتبي اول مره العنوان اللي مكتوب في البطاقه، تاني حاجه العنوان الاقامه اللي في مصر، يعني انت فعلا ساكنه فين بالظبط، مش بقى اللي في البطاقه في الشارع الفلاني محافظه كذا في الحته الفلانيه. وبعدين رقم تليفونك، نوع العلاقه اللي بينك وبين المرسل، اللي هو ايه العلاقه اللي بينك وبين جوجل، بتعمليها بقى اللي هو ايه العمل على الاعلانات او الربح من الانترنت. هو انا كتبتها فوق، انا كتبتها نوع العمل مع المرسل اللي هو العمل على الاعلانات. التحويل ايه غرض التحويل، كتبت الربح من الانترنت، وده مشروح طبعا في قنوات كتير. بس لا خلاص كده تم الموضوع على خير وقبضنا الحمد لله. اكيد طبعا مش هتسالوني قبضت كام يعني، بس الحمد لله الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا والحمد لله. ده تشجيع، الفيديو ده تشجيع كده لكل القنوات الصغيره اللي لسه عايشه، الى اما هتقبض في يوم من الايام هتعمل، لا ان شاء الله ان شاء الله هتقبض وهتكبر وهتنجح وكل حاجه هتبقى حلوه باذن الله. ادعي ربنا كده بس، وان شاء الله ربنا هيقدرها. فبس خلاص بقى خلصنا بعد عنها في البنك. انا واقفه في البنك بقالي زياده عن 4 ساعات، مش عارفه ليه اصلا، مش عارف مش مشكله، المهم خلاص. فمش عارف بقى نروح ولا نروح نشتري حاجه، فنروح نشتري حاجه، فنشتري شويه حاجات مع بعض كده ايه عشان نروح كده، نروح بيتنا فاضيه ازاي يعني. يلا بينا. بص بقى انا جيت متاخره بقى وما عادش وقت ان انا خلاص ان انا اعمل غدا، فقلنا نعمل اكل سندوتشات سريع كده. انا جبت ستريبس كده، كي يعني كيس ستريبس من بتحمر فراخ بانيه، وعملتها سندوتشات وكاتشب ومايونيز وكيس شيبسي بقى والليمون الحلو العسل الزبده ده، وجبت طبعا جاتو يعني كل وقت جبت جاتو وموز، وجبت لولادي شويه حاجات كده بقى ايه، جبت نانو ترينج وحاجات يعني ايه، هبقى اوريها لكم في فيديو ان شاء الله تاني لوحده. بس قلنا كده النهارده يبقى يوم سريع كده خفيف، عشان انا مش جيت متاخر وكده، فيلا بقى مش مشكله هيسامحوني، هم هيسامحوني. بس والله العظيم سندوتشات حلوه، وانا ولادي اصلا بيحبوا السندوتشات. اي نعم علي مش بيحب السندوتشات، بس مش مشكله، المهم الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليكم ليا، انتوا سبب نجاحي وفرحتي، والحمد لله ربنا كرمني، وعقبال يا رب ما يكرمكم كلكم، وربنا ينجحكم ان شاء الله ان شاء الله كل القنوات، واللي مش القنوات ومتابعيني وحبايبي واخواتي، ربنا يا رب يرزقكم ويوسع رزقكم، وان شاء الله ان شاء الله كل واحد يعني كل واحد يحق ربنا يحقق له اكتر ما بيتمنى بجد. والله انا ربنا فعلا كريمني، كريمني باكتر ما انا كنت بتمنى، فده نعمه من عند ربنا والحمد لله الحمد لله. وده زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع الاكل مع نشوى، فيديو تشجيعي، انا قلت الفيديو ده عشان انتوا طلبتوا مني تفاصيل كتير عن البنكود وعن ايه واللي حصل، فانا قلت افيد ناس، وربنا يعني ايه يكرمكم كلكم، وان شاء الله ما تحتاجوش حد يفيدكم وكل حاجه تيسر لكم. وبس يلا، انا اسفه ان انا طولت عليكم جدا، انا عارفه ان انا طولت عليكم جدا في الفيديو ده، بس ايه انا يلا بقى، انا عارفه انتوا بتستحملوني. اسيبكم بقى على خير، وربنا يخليكم ليا، وانا والله العظيم بحبكم. متنسوش بقى تدعموني بلايك وباشتراك وتفعلوا الجرس. يلا بقى، تصبحوا على خير. صباح العسل وصباح السكر وصباح الرضا وصباح كل حاجه حلوه. باي باي.